اطلع اطلع وحماية كمان يزبط بس والمجلس كله يزبط بس مجلس وصال يزبط بس مجلس كيزان يزبط بس مجلس إجلاب يزبط بس يزبط برهان يزبط بس ونحن طلعنا للانتهاكات أكثر حاجة الحصلت أثناء تأدية الكوادر الصحية لممارسة عملها في علاج المرضى ومصابين من حقنا نحن ككوادر طبية أي مصاب يصلك في المستشفى إنك أنت تعالجه نحن حالفين قسم على مهنتنا فالحصل إنه حتى الجنجويد والعساكر تهجموا علينا داخل المستشفيات في مستشفى الخرطوم التعليمي كنت متواجدة أنا البنبان داخل مستشفى الخرطوم إطلاق البنبان داخل مستشفى الخرطوم أنا في مستشفى الخرطوم للمرة الثالثة ورا بعض يوم 25 ويوم 30 ويوم 6 جدعوا فينا البنبان جوا وبيقفلوا علينا الباب ببرة بعد ما يرموه جوا وسرقة عادي يعني كده الناس بيضربوهم قدامك بيشيلوا منهم موبايلاتهم وشنطهم وحاجاتهم قدام الناس يعني عرفتي فالناس حسي طالعة إنه بتوري العالم إنه لا انتهاك لا الانتهاك حرمات المستشفيات ولا الانتهاك الكوادر الطبية ولا يعني الناس عانت كثير من الحاجة دي من 19 يناير 2019 أنا عادة البومبان بيتضرب في الحوش بتاع المستشفى لكن الحصل في المرات الأخيرة إنه دخلوا داخل الحوادث كان عندنا كمية من المصابين والمرضى في حالات اختناق في حالة إصابات وضرب إحنا كنا قاعدين نزعي في المصابين ديل دخلوا وسرقوا الموبايلات وفكوا لنا البنبان داخل الحوادث خلونا كلنا نحن ككوادر صحية وقعنا على الأرض وحصل لنا اختناقات والعيانين كمان حصل لهم اختناقات شديدة وأحدثوا رعب هائل لكل الكوادر اضطرينا إنه نطلع للحوش ونعالج في بعضنا الكويس يعالج الآخر الحاجة الأولى إنه بنرفض رفضاً تاماً للاغتيالات والتصفيات الممنهجة اللي قاعد تتم للثوار السودانيين بتعمد من قبل المجلس العسكري الانقلابي واحد اثنين دايرين نرسل رسالة برضو للمفوض السامي لحقوق الإنسان اللي هو واضح إنه يعني بيغض الطرف بصورة واضحة عن الممارسات اللي قاعد تتم من قبل المكون العسكري أو المجلس العسكري الانقلابي تجاه السودانيين وكذا دخولهم لإعاقة الطاقم الطبي من تقديم العون الطبي وهذه هي جريمة نكراء جريمة نكراء وتسجل في تاريخ الشعب في تاريخ العار للقوات المسلحة السودانية ونحن الآن سنلاحقهم بأي إمكان سنلاحقهم بكل المذكرات كل العرائض والموكب الفات شهدت لنا منظمة الصحة العالمية ميدانيا جرائم البرهان وكانوا يكذبون اللجنة الأطباء كلما تطلع تقرير بعدد الموتى أو المصابين أو الجرحى كانوا يكذبون والآن شهد حتى المجتمع الدولي كل هذه الجرائم الفظيعة كان الغرض إنه نحن نوصل صوتنا كجيش أبيض إنه نحن قاعدين ومستعدين نقدم كل الخدمات الطبية والصحية للثوار رغما عن التنكيل والإرهاب والسحن اللي قاعد يحصل لهم إحنا عموما ككوادر طبية بنرفض رفض تام للحكم العسكري رفض تام ولا يمكن نقبل بالحاجة دي لحد آخر مقتدم فينا